اللي بيستوقفني أخ أويس اللي هو الجرأة وعلى الأقل التغبيش اللي ما زالت قحت مستمرة فيه. وبالمناسبة ما حيمشي كتير، يعني المسألة دي ما حتمشي كتير، كل يوم هم أي موقف يقوموا بيه بيفقدون يعني بيفقدون قواعد كثيرة جدا في الشارع، واللي ما فضل لهم أصلا فيه حاجة كثيرة. فالسبب أنا في تقديري من الجرأة اللي على الأقل أنت عم تسمع كلامهم، وحتى في البيان ده بتشعر بأنه في قوة وفي جرأة. الجرأة دي الأخ ويس جاية يعني على الأقل من الطريقة اللي تعامل بها البرهان مع قحط واستجاب بصورة يعني يمكن تكون مذلة للضغوط الأمريكية والضغوط السعودية بالتحديد، وأن يستجيب للمطلوبات اللي كانت بيطلب بها قحط، واللي هم طلبات قحط كانت بصورة واضحة جدا هي اللي هي إعلان ربح حالة الطوارئ، وبعد ذاك إطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وتمت الاستجابة. الضغط ده هو كان الهدف منه، او على الاقل بالنسبه للامريكان وبالنسبه للسعوديين، اللي هو ادخال قحط في هذه المنظومه اللي اصبحت ماشيه بتاعت الحوار. هم ما فهموا المساله دي بالصوره دي، فهموها على اساس انهم هم فعلا قوه وهو مطلوبين ومتكين على هذه القوه اللي معتمده على الـ على الـ على الـ على الغرب وعلى امريكا بالتحديد. وامريكا بصوره واضحه جدا اعلنتها على رئيسه على المندوبه بتاعتها في كانت قبل يومين، انه انتوا لو ما جيتوا نحن والله اي حكومه مدنيه تجي بنعترف بها. فيبقى الجراه حق البرهان وغيره والقوه السياسيه تنتبه انه هذه القوه التي يعني في ظاهره او على الاقل انتفاخه الهر في ظاهره من قحط مرجعه للتنازل اللي تم نتيجة للضغوط الأمريكية والضغوط السعودية، أو على الأقل كان فيها الإرضاء. فبقى أصبحوا الطرفين إذا كان قحط بتعلم بأنها هي يعني توفي بالطلبات من السعودية ومن أمريكا، وكذلك البرهان يتخذ من القرارات إيفاء للطلبات من السعودية ومن الأمريكا، والاثنين فيما بعد يعني بينفذوا في 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 المخطط اللي بيخطط فيه الولايات المتحده، واللي دايره الولايات المتحده انه الشكل بتاع الوضع في السودان يبقى عليه.